مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. اليوم موضوعنا بعنوان صمم إعلانك الخاص الجزء الثالث. لدينا يا شباب التاريخ 14 والوحدة الأولى التي نحن بصددها التصميم الرسومي، وموضوعنا كما ذكرنا هو صمم إعلانك الخاص الجزء الثالث. القيمة التربوية التي نود الإشارة إليها في هذا الأسبوع وهي قيمة التغافل. علينا يا شباب أن نتغافل عن الأشياء التي قد تعكر صفو حياتنا أو قد تؤدي إلى مشاكل أو هوشات بيننا وبين الناس اللي حوالينا. فمثلا لو أحد الزملاء في صف يعني تلفظ عليك وصارخ فيك مثلا، فعلينا عليك عزيز الطالب وعلينا جميعا أن نتحلى بهذه القيمة التربوية القيمة وهي قيمة التغافل. أجل أنت تتغافل عن ما بدر من زميلك ولا نصعد الأمور وتصير هوشة أو تصير أي مشكلة بينك وبين زميلك أو أي أحد، حتى لو واحد ما تعرفوش أو أي معلم صارخ عليك في الصف. إذن علينا أن نتحلى بهذه القيمة التربوية وهي قيمة التغافل. تعالوا بعض نشوف أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يشكل الشكل أو يلون الشكل السداسي. الهدف الثاني أن يغير لون الحدود. الهدف الثالث أن ينشئ التدرج اللوني للمنحنى. الهدف الرابع أن يصمم الشكل التخطيطي لللافتة الإعلانية. الهدف الأخير أن يحفظ التصميم. لدينا بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية شباب. مصطلح فيل وهذه تعني تعبئة، مصطلح جريدينت وهذه تعني التدرج اللوني، ومصطلح فلاير وهذه تعني منشور إعلاني، ولدينا أيضا مصطلح ستروك بينت وهذه تعني لون الحدود. والآن أعزائي الطلاب سننتقل إلى الجزء العملي في درسنا اليوم. لدينا هذا الملف والذي أنشأناه في الدروس السابقة كما شاهدنا في الفيديوهات الموجودة على المنصة حقت المدرسة. نقوم الآن بتحقيق الهدف الأول وهو أن يلون الشكل السداسي بلون آخر غير اللون الأسود. نقوم يا شباب أولا باختيار الشكل السداسي المراد تغيير اللون. نقوم بالذهاب إلى قائمة Object، نختار منها يا شباب Fill and Stroke، ثم تظهر لنا على اليمين هذه القائمة، ثم نقوم بإدخال قيم اللون الخاصة بدرسنا اليوم وهي اللون العنابي. نقوم باحتفاظ بالقيمة الأولى وهي 0، ثم نقوم بإدخال القيمة 90، ثم ننتقل إلى القيمة هذه وهي قيمتها 55، والقيمة الأخرى هنا 45، ثم القيمة الأخيرة هي 100. نقوم بالضغط على زر الانتر. يتم الآن تنفيذ كما هو موضح أمامنا يا شباب، تم تنفيذ اللون العنابي على هذا الشكل السداسي. نقوم بتطبيق هذه العملية أخرى باختيار الشكل السداسي الآخر ونقوم بتطبيق عليه اللون الأصفر. نأتي هنا يا شباب، طبعا أتأكد نحن واقفين على CMYK وهذه هي درجات الألوان. نقوم باختيار أو بكتابة درجات اللون الأصفر وهي 0، والقيمة الثانية أيضا 0، القيمة اللي بعدها هي قيمة 100 درجة، كاتبين 100 يا شباب. ثم ننتقل إلى القيمة التالية وهي 15، ثم ننتقل إلى القيمة الأخيرة وتكون هي 100. قم بالضغط على زر الإدخال كما هو موضح أمامنا يا شباب، يتم إدخال أو تحقيق قيم اللون الأصفر. أيضا نقوم باختيار أحد الأشكال السداسية ونقوم بتطبيق عليه اللون الأخضر بنفس الطريقة يا شباب. نقوم بإدخال قيم اللون الأخضر في هذا المكان، ويمكنك عزيزي الطالب اختيار قيمة اللون الأخضر من هذا المكان اللي هو شريط الألوان. إذن يا شباب الآن ماذا قمنا في هذه الخطوة؟ قمنا بتطبيق الألوان المطلوبة للأشكال السداسية التي لدينا. إذن أعيدها مرة ثانية شباب عشان نقوم بتغيير لون الشكل السداسي. نقوم أولا باختيار الشكل السداسي، ثم نقوم بالذهاب إلى قائمة Object، نختار منها يا شباب Fill and Stroke، ثم تظهر لنا على اليمين هذه القائمة. نقوم بتطبيق الألوان واختيار عناصرها أو يمكننا اختيار الألوان من هذا الشريط. الآن بننتقل إلى الهدف الثاني في درسنا اليوم وهو أن يلون الحدود الخارجية للشكل السداسي. لنا نختار أولا يا شباب الشكل السداسي المطلوب تغيير الحدود الخارجية له، ثم نقوم بتجريد هذا الشكل من اللون أو التعبئة الموجودة أمامنا باللون الأسود. كيف نقوم بهذه الخطوة شوية إلغاء اللون المعبأ
في هذا الشكل. نقوم بالذهاب إلى قائمة فايل ثم نقوم بالضغط على زر الإكس، هذا تعني يا شباب أنه نو بنت. لاحظ كده أمامنا ظهر قدامنا الآن نو بنت، يعني لا يوجد لون. الآن نريد أن نغير اللون أو الحدود الخارجية لهذا الشكل. أولا نقوم بالذهاب إلى ستروك بنت ثم نختار اللون ونقوم باختيار أو كتابة أو إدخال درجات اللون المطلوبة، ولتكن هي 57 ثم 0 ثم 35 ثم ننتقل إلى 0 ثم نقوم بإدخال العدد 100. الآن لو لاحظنا شباب على الشكل السداسي الموجود أمامنا تم تغيير الحدود باللون الأخضر. الآن نقوم بتكرار نفس العملية للشكل السداسي الأخير نملون باللون الأسود. أولا نقوم باختيار الشكل كما سبق ثم نقوم بالذهاب إلى قائمة فيل ثم نقوم بالضغط على الإكس، وهذا تعني نو بينت يعني بدون لون زي ما حضراتكم شايفين. ثم أقوم بالذهاب إلى ستروك بينت وأقوم بتحديد درجة اللون للحدود للشكل السداسي وأقوم بإدخال القيم الخاصة باللون الأخضر ولتكن 70 ثم 0 ثم 40 ثم 50 ثم 100. كما هو مبين أمامنا يا شباب تم تعبئة اللون العنابي لأحد الأشكال واللون الأصفر واللون الأخضر. أما بالنسبة للشكلين السداسيين الآخرين تم إخفاء أو نزع اللون الموجود داخلهما وأيضا وضع الحدود باللون الأخضر. الآن بننتقل إلى الهدف الثالث في درسنا اليوم، وهو أن يقوم بإنشاء التدرج اللوني للمنحنى. أين هو المنحنى؟ لدينا شكلان يا شباب، نقوم بتحديد الشكل الأول للمنحنى ثم نقوم بالذهاب إلى أمر فيل ونختار منها أداة التدرج اللوني اللي هي تدرج اللون Linear Gradient، ثم نقوم باختيار من تول بوكس أو شريط الأدوات أداة التدرج اللوني، تكون دائما يا شباب تحت هذا الرمز اللي هو حرف الـ A. نقوم بالضغط على هذا السهم ثم نقوم باختيار أداة الجريدينت قدامنا يا شباب. الآن بنضغط نقوم بالضغط على النقطة الأولى في المنحنى أهي. احنا عايزين نعمل تدرج لوني يا شباب من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، نقوم بإدخال قيم اللون الأخضر وهي 70 0 40 ثم 50 100. نقوم بالضغط على زر الإنتر، نقوم بالذهاب إلى النقطة الأخرى في المنحنى ونقوم باختيار اللون الآخر وهو اللون الأصفر، نقوم بضبط قيمة اللون الأصفر وهي 0 0 100 ثم 15 ثم 100. الآن يا شباب سيقوم بعمل تدرج لوني من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر. نقوم بتكرار هذه العملية بالذهاب إلى أداة التحديد ثم نقوم بتحديد الشكل الثاني ثم نقوم بالذهاب إلى أمر Gradient ثم نقوم باختيار أداة Gradient من هنا ثم نقوم بالضغط على النقطة الأولى قدامنا يا شباب، ركزوا معي النقطة الأولى باللون الأحمر، ثم نقوم بإدخال نفس القيم للون الأخضر كما سبق 70 ثم 0 ثم 40 ثم 50 ثم 100. نقوم بالضغط على زر الإنتر، نقوم بالذهاب إلى النقطة الأخرى قدامنا يا شباب باللون الأحمر ثم نقوم بإدخال قيم اللون الأصفر كما سبق وأنشأناها وهي 0 0 100 ثم 15 ثم 100. الآن نقول قد انتهينا من هذا الهدف وهو التدرج اللوني. الآن أحبابي الطلاب بننتقل إلى الهدف التالي في درسنا اليوم، وهو أن يقوم الطالب بحفظ الشعار الذي تم تصميمه. نقوم بالذهاب إلى قائمة فايل ثم نقوم باختيار أمر Save As ثم نقوم بتحديد مكان الحفظ وليكن سطح المكتب، ثم نقوم بكتابة اسم الملف هنا يا شباب شعار كأس العالم 2022 ثم نقوم بالضغط على أمر حفظ. الآن تم حفظ يا شباب الملف باسم شعار 2022. الآن بننتقل إلى الهدف الأخير وهي خطوات الرسم التخطيطي لللافتة الإعلانية. أول خطوة عندنا يا شباب وهي أن نحدد حجم اللافتة الإعلانية كما هو موضح في المستطيل الموجود أمامنا باللون الأبيض. النقطة الثانية وهي إضافة الخلفية. النقطة الثالثة وهي إضافة العنوان.
والنقطة أو الخطوة الرابعة هي إضافة الشعار كما هو مبين أمنا، هذا الشعار الذي قمنا بإنشائه سابقا. والخطوة الخامسة وهي إضافة الهدايا التذكارية مثل ما في الصورة. والأخيرة وهي إضافة أو كتابة النص الإعلاني وهو استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2020. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.